من مباريات الجولة 22 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استقبل الهلال ضيفه الرائد على أرض استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. المواجهة بدأت بمبادرات هجومية من أصحاب الأرض. الضيوف غابوا عن تشكيل الخطورة تماما رغم المحاولات الخجولة في الوصول لمنطقة جزاء الهلال. نجم الشوط الأول فييتو يحضر بتسديدة مميزة تمر بجوار مرمى دوخة. محاولات الهلال تستمر والهدف لا يحضر. تراجع دفاعي كبير من الرائديين صاحبه ضغط هلالي متواصل، لينتهي ملف اللقاء الأول هلالي المشهد سلبيا النتيجة. شوط ثاني يستمر فيه أصحاب الأرض في البحث عن هدف التقدم، والشهراني ينجح في تسجيل الهدف الأول للهلال. ناصر الكرة لجابر، بوجبا ضغط عالي من ياسر الشهراني خطفها. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله، أيقونة الهلاليين ياسر الشهراني خطفها. دقائق قليلة والفار يحضر ويغير من شكل المباراة. الحكم يعود لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الحمراء لعلي البلاهي بعد لمسه للكرة أثناء انفراد صريح لكريم البركاوي. ضغط ريداوي لاستغلال النقص الهلالي أدى لارتكاب لاعب الهلال الكوري سولي ركلة جزاء لمصلحة الضيوف، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفار. كريم البركاوي يتقدم لركلة جزاء ويسدد كرة قوية محرزا هدف التعادل لفريقه. كريم. حاول الهلال العودة رغم النقص وجوميز يحضر برأسية ويتصدى لها دوخة. دقائق الحكم الروماني كانت كفيلة بعودة الهلال للمباراة، فمن ركلة حرة مباشرة المنقذ سالم الدوسري يرسل كرة من بعيد تصل إلى دوخة الذي أودع الكرة في المرمى الريداني. لكنها خطيرة، صدها دوخة جول. لتنتهي المباراة بفوز الهلال ويصل للنقطة 42، ويتجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة، كما يواجه الهلال الجولة القادمة فريق الوحدة، بما يحل الرائد ضيفا على الفيصلي.